السلام عليكم، كي ديري؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وسمحوا لي غبرت عليكم شحال هذه ما حطيت شي فيديو في اليوتيوب. والله الا توحشت اليوتيوب بزاف، توحشت نحط لكم شي فيديو. المهم اليوم بغيت نشارك معكم تصافيره لسيدي رحال، واخا المونتاج درتو تقريبا مورا تصافيره بثلاث ايام تساليت عاد باش ما كانش عندي الوقت باش نخدم بالتليفون. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الخريجه، غنمشيو لواحد الإقامة بريفيو، بغيت ندوركم معايا وتشوفوا التفاصيل والأجواء. تولي يعجبكم الفيديو ما تنسونيش من جيم تابوناو عندي في القناة باش تزيدوا تشجعوني باش يوصلكم الجديد. وهنايا وصلنا للإقامة، باش ما نطولش عليكم، هذه هي الدخلة. سيكوريتي ضروري كتلقاوهم في الباب، ما تيحلوش الباب الا لك انتي كارية ولا لك انتي ساكنة ديجا تما ولا عندك العائلة اللي عارضين عليك. المهم خاصك ضروري تعيط للناس اللي جايين عندهم باش يعطيو النمرة ديال الإقامة والنمرة ديال وسمياتهم باش تدخلون عندهم. هنايا وصلنا، غادي نوريكم ان شاء الله بالتفاصيل. صافي غادي ندخلوا دابا للدار وغادي نصور معكم اي حاجة بالتفصيل ان شاء الله. نطلعكم الفوق للدار تشوفوها. وهنا احنا وصلنا للدار، غادي نوريكم الدار عليا شنو كطلب. بسم الله، هنا كاين الحمام، الدخله كاينه هاد الصالون، كاينه التلفازه، كاين هاد البالكو هذا كبير، نوريكم عليا شنو كاين. البالكو دايرين هاد الكليسة تا هي رائعة، نتوما عشتو البحر. دايرين هنا صالة مونجي، نرى كل لجاج اللي عندو الدراري الصغار ما يخافش كيتحرى هاد الشجر، نقرب ليكم البحر. ولتحت راه لابيسين بخيفي، راه دابا نهبط ونصورو ليكم. هما نتوما كتشوفو هاد البالكو هذا، كاين هنا الدخله ديال البيت ديال الدراري الصغار فين كينعسو الدراري الصغار. وهنايا نعاود نخرجكم من الصالون، من هنا الكوزينه. الكوزينه راه فيها جميع الماء اللي كتفكروا فيهم، تما القصريه راه كاينه. كاين هنا بيت تاع النعاس تاع الدراري الصغار، دايرين ناموسيات، جوج ناموسيات ديال الدراري الصغار وحده فوق وحده. وهنايا البيت تاع النعاس ديال العنس، هذا راه فيه هنا الحمام او البلاكار. نوريكم الحمام حشاكم، هذا الحمام ديال بيت النعاس. وانا غادي نخرج نوريكم الحمام الكبير، نوريتكم الصالون في الدخله الاولى، نوريكم الحمام اللي كاين الكبير ديال الضياف، ولا هو الحمام الكبير. هذا هو اللي كاين هنايا اللي في الدخله ديال الباب. وانا دابا نديكم معايا تشوفوا لابيسين، تشوفوا الاجواء لتحت زوينه. هاد الباب اصلا كيخدم غير بالطاكسي، شوف كيخدم غير بالكود وواحد الكارت. شوفوا على المنظر شحال زوين، حطي واحد الشميشه زوينه ديال لابيسين وديال فسخو. اليوم الحال ديال الواحد يتبحر، اليوم الناس كلهم ناشرين فاطي هنا كيمشيو لابيسين وبحر على الصباح. حنا فقنا معطلين ونهبطكم معايا تشوف.
قريب لابيسين هنايا الدار اللي جلسنا فيها. ماما ممكن هنايا شي ديور كيطلوا على لابيسين. حنا خلينا هنايا في فاصل اخر كطلع على البحر. ثم لابيسين ها هو كاين هنايا واحد لاصال هنايا ديال السبور. انا غادي نوريها ليك اللي بغى يتريني. هنايا ها هو يا لابيسين كاين ديال الصغيورين وديال الكبار. منقي الدنيا زوين الصراحه. اللي غادي يجي لهنا غيعجبو الحال. نزلي فين هنايا فين كتعوم هو المنظر. جو زوين الصراحه. ديك الديور اللي كيطلعوا على لابيسين كيستافدوا بحال هادو اللي كاينين هنايا كيستافدوا مزيان كيكونوا قريبين بحال اللي عندهم ولادات صغار كنقابلهم. ها لابيسين محترم صراحة مجموعين فيه غير العائلة. وتما لابيسين الكبير مديرينوش غارق دايرين في المتناول باش عباد الله ما يطيحوش في مشكل زعما اللي غرق شي حاجة ولا قال فيه شي متر و50. شتي كيبان لكم غير الوليدات الصغار وحاطين رجليهم في الارض واخا هكاك ما غارقش. نوريكم لاصال اللي كيترينيو فيه او خسد ديما دابا حيت اصلا لابيسين كيسدو من الوحده للجوج وصلا سال دي سبور سيتيف. شوف دايرين في كاع لي ماشين كاع لي واري ها هو لابيسين. غنمشيو دابا نتغداو حيت اصلا لابيسين خوا كيما قلت لكم تخليو الناس يتكاو شويه واللي باغي يتغدى يتغدى. غنمشيو دابا نتغداو ومن بعد نكمل معاكم. خرجنا هاد الطويله هادي راه كتهبط هانيشان كنخرجو من الباب وغادي نهبطو للبحر. نوري ليهم واحد التيران انا غادي نخرج من الباب الرئيسي ونوريه ليكم. داير ليهم فضاء زوين فين يلعبو الدراري. تا البارك دي جو دايرينو داير الباسكيت. نخرج ونوريكم. انا دخلتكم لهذا البارك هذا ديال الدراري الصغار هو الاول. شوفوا هانتوما دايرين الالعاب ديال الدراري الصغار. وهنايا راه دايرين التيران ديال الباسكيت راه من وراه ديال الكره. تنكون خارجه نصوروا ليكم حطوا جوليه تلعب شويه ونمشي خرخاو مع الحراره. دابا جينا وقيت الغدا حنا نيت هابطين نتغدا وقلنا نبروفيتي ولا لقينا ساكين الشمس بزاف. كاين هاد التيران هادا تاهو ديال الكرة هاهو. هادي هي الإقامة راح إقامة زوينة تستاهل. كاين كنتمو هابطين نيشان نوريكم البحر. هاهو البحر نيشان بقاو غطيناه الطوالة. هذا راه اوطيل هنايا ديال مول الإقامة تا هو سميتو كازا بيش اوطيل. أما هاد الأوطيل راه زعما كيطلع للبحر في موقع زوين بزاف. صافي حنا وصلنا للبحر غندور غير هاد الدورة باش بلا ما نطول عليكم الفيديو. غندور هاد الدورة نلقاو البحر.
وهنا يوصلت معكم نهاية الفيديو. الفيديو الماجي إن شاء الله غادي نشارك معكم أجواء ديال عاشورة. لقينا داروا أجواء تمكينة زوينة بزاف، غادي نشاركها معكم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنسونيش من جامت أبونا عندي في القناة باش تزيدوا تشجعوني وباش يوصلكم الجديد.